السلام عليكم خويا. انا طحت في شي موقف صعيب بزاف من طرف الزوج ديالي، لانه باع الدار وخلانا في الزنقه. دابا مده 5 سنين دابا هذاك الوليد الصغير عندي كان عندي في الكرش، وكان تخلى عليا وخلاني كاريه، خلى واحد الحاله اللي يرتدى لها انا وليداتي. ما كنصيبو لا ما ناكل ولا ما كنشربو، ما كنصيب باش نقري وليداتي، ما كنصيبش باش نخلص الكرا، ما كنصيبش باش نخلص الموضوع. عندي ولادي كيمرضوا ليا، ما كنصيب باش نعالجهم. انا كنطلب دابا اللي كنطلب من الناس انهم يرفقوا في حالتي ويساعدوني. كنطلب انا المساعده من المحسنين داخل البلاد او خارج البلاد انهم يساعدوني في هذا الموقف انني اللي طحت فيه. واش نقول لكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الموقف اللي طحت فيه قسما بالله ما يطيح فيه شي مسلم، ما تبغوه حتى شي واحد فيكم. ظروفي صعيبه بزاف بزاف، درجه حنايا الناس كياكلوا، الناس كيتكساو، الناس كيقريو وليداتهم، الناس كيديروا الروض، الناس كيصيبوا الرعايه كيفاش يهتموا بولادهم. انا من حي من ميته كنشوف وليداتي كيتعذبوا قدامي وما قادش نساعدهم بتشي شي حاجه. شحال في عمره؟ عندي الدري الكبير عنده 16 عام، وعندي الدري اللي تابعه عنده ديك 12 عام، وعندي الاخر عنده شي 9 سنين، والبنت عندها 5 سنين، والدري عنده دابا 4 سنين. 5 الوليدات. شحال يهرب الراجل؟ شحال المده تقريبا؟ دابا مده 5 سنين. ما كيتصل ما حتى شي حاجه، واش حارق واش ماشي شي بلاصه، العلم لله. لا ما ديكلاريتش انني، حيت انا خلاني كلي غارقه ديون، ودافع عليا شي شيك بيرسونيل انايا كان خدام اللي عندي، وقال لي دابا نخلصه. وهذه كان هو داير مقاوله صغرى، ومن بعد انا تصدمت في هذا الشيء اللي وقع لي، ان راجلي نصب عليا وبعد الدار وخلاني في الزنقه. قسما بالله اخويا، لو واحد مول الدار كانوا الناس كيتعاملوا معايا مزيانين، وانا ما قماصتش باش نخرج لهم نخلص لهم الكرا. وكان هذا الوليد هذا كان صغيور امير، كان صغيور، وقلت لهم انا من الانسان يطلعت عند مول الدار، قلت لي صافي انا غنخرج، ما نتوما ناس مزيانين وهذه انا غنخرج. هما كيسحب لهم دوك الناس انني كريت. انا قسما بالله ما كريت، انا فين هزيت حوايجي؟ عيطت لواحد السيد ود الحومه ساعدني يهز لي حوايجي وحطيتهم في الزنقه. اقسم بالله العلي العظيم، لا الشتا كتصب وانا هازه التربيه وهازه الدراري الصغار والشخيط من السما. بقيت بحال هكا شي ظرف شي 3 ايام ولا شحال، وانا مكرفصه في ديك الزنقه وفي الشتا، وانا وليدي صغيور بقيت كنبات في الزنقه. الناس كيقولوا لي دخلي زعما على الاقل شدوا لك الدراري الصغار. كنقول لي بغي يخليهم معايا، الا فاق غيبقى يبكي غير خليهم معايا، معاك اش كنرد وكنعطي له بالزوله. كان غير ديك المسطره ديال ديك الدار اللي في القنت كانت تخبى تحت، وكندير نغطي ولدي بمانطه ونغطيه بواحد القلع ديال الميكا، وكنستمريت انا وليداتي هكا. صافي واحد الدراري ولاد الحومه جمعوا شي 50 درهم شي 100 درهم. كنديباني مره بحال هكا، مره في 15 يوم مره في سيمانه كنديباني. كنمشي نخدم عند واحد السيده بريفي، يعني ها انت هاي يديا كراطه، وانا يديا دابا ولا كيضربني فيها الضو، مابقيتش قاده نستطيع نخدم. هاد اليد هادي كلها كترقد عليا، والدار النص في الدار ديالي كيتقسم، مابقيتش قاده نتحرك. وانا اخويا انا ملي كنبغي كاع مشيت نخدم، انا كنخاف على ولادي، كنخاف شي واحد يدخل يتكرفص ليا على ولادي، كنخاف شي واحد ضربو شي طونوبيل، كنخاف ولادي يشعلوا العافيه في الدار. يعني غير داك النهار، مره في السيمانه انا كنمشي كنبقى مشطونه، كنبقى مخربقه، كنخليهم بوحدهم. مخليهم غير بوحدهم، كنبقى نرغب بالله عز وجل، كنطلب ربي، كنقول يا ربي ما تقع لوليداتي حتى حاجه. ما كناكل ما كنشرب حتى نجي نشوف ولادي بخير. كيبقاو مساكنه كيلعبوا في الزنقه، بحال دابا يدق على هادي الجاره التحتانيه تعطيهم طريف ديال الخبز فيه زبيده فيه كوفيتير، ولا تعطيه كويزيل اتي، كيبقى يلعب في الزنقه. وانا دابا كنتلاجأ وكنطالب من المحسنين يرفقوا في حالتي ويساعدوني انا وليداتي. وانا رمضان اللي فات قسما بالله اخويا، لا انا الناس صايمين وكيفطروا، وانا صايمه وما كنصيب باش نفطر. اقسم بالله العلي العظيم ما كنصيب حتى حاجه، انني ما كنصيبها باش نتلاجأ انا ولادي ولا باش نساعد ولادي. شحال من مرة أنا كنبقى نبكي كنقول أنا ما قدرت لا نساعد راسي ولا نساعد وليداتي. شاد الضوايا اللي فوقك أخويا، شحال مره كنقول هذه هي اللي تقدر تنهي لي حياتي. كندير قنبو، كنقول ندير قنبو نقش في راسي. انا ما قدرتش نساعد ولادي
وانا ما قدرت ندير ليهم والو، وكنقلب بحال هكا لقيت شي ناس محسنين ولادي اللي عاونوني، ما كنلقاش. هادشي علاش انا تلاجأت للصحافه. الحمد لله انني بكيت واستغفرت وبدا وليت كنفكر بزاف، كنقول انا مع ولادي وما عايشينش وما لا خليتهم على ما شنو وقع فيهم. انا حقا ظلمت عليه وبغيت ندير حد لحياتي، لانني انا مابقيتش قادره نصبر ولا بنتي فيها الحبوب، ولدي ما كيعرفش يقرا، ما عنديش باش نقريه، ما عنديش باش ندير ليه المراجعه، كيمشي للمدرسه وكيجي كيشكر كيجي يحطها، يعني ما كاينش اللي راجع ليه، ما كاينش اللي يقرا لي. انا مابقاش عندي الدماغ، انا وليت مريضه امراض نفسانيه، انا براسي وليت هذا الشيء اثر عليا نفسانيا، انا وليت معصبه، ما بقيتش قادره نشوف ولادي كيتعذبوا قدامي. وعلاش علاش عيطت لك باش ندير هذا النداء، باش نشوف ان المحسنين يشوفوني ويشفعوا فيا، ولا شافني شي واحد في الجمعيه او شي حاجه اللي يقدر يساعدني. انا راه كنت 5 سنين وانا صامته، ما بقيتش قادره نهضر، عمرني ما هضرت ولا قديت نهضر، ديما كنخليها في قلبي. مني شفت الناس بحال هكا كيعيطوا، شفت التي في والناس كيساعدوهم كيعاونوهم، قلت علاش انا غنضحي براسي ونقتل وليداتي ونقتل في راسي؟ ما عرفتش انا الظروف شنو جايبه ليا، قلت نطلب مساعده من المحسنين، وكنتمنى الله انهم يشوفوني ويتعاطفوا معايا في حالتي وفي حالتي وليداتي. والله لا يضيعوا اجر المحسنين. انا خويا جواد شوف غير الحوايجات كي دايرين، ونعس غير على فرشيه وعلى سدادر كلهم مهرسين. التلفازه كانت عندي التلفازه، انها دابا مده شهرين انها تهرست ليا، ومن ديتها عند المعلم طالب ليا 16000 ريال حيت مشات لي هذيك الجاجه، مشات لي هالجاجه، انها قال لي غنتعاون معك حيت انت عندك اليتامى نصوبرك ب 16، اما الجاجه كدير 1000 درهم، وهي التلفازه شحال غادي دير؟ انا معذبه انا وليداتي، كيقلبوا دابا غير على شي حاجه، كيبقاو يلعبوا غير في الزنقه، ولا يلقاو شي خشب ديال النجار وداكشي كيبقاو يلعبوا به دار، يبنيو بها دار ويريبوها ويقادوها. انا كنطالب دابا من المحسنين اللي شافني انه يساعدني. انا راه تغلبت في امري، ما بين الكرا وما بين الموضوع وما بين المصروف وما بين المدرسه، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.